الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي في الله، هذا النهار جبت هذا الفيديو وصلني مشي شخص وبغيت نشاركه معكم باش كل واحد يكون على بال. هذا الفيديو فيه هذا النوع من السمك، موجود هذا السمك في السوق، كان نشريوه كاملين بينا من السوق، كان نشريوه وكان نصاوبوه وكان أكله، ولكن حتى واحد فينا ما كيرد البال شنو كاين في داك الكرش داك السمك. كما كتلاحظوا في الفيديو غادي تلاحظوا دويدات طفيليه دقيقه جدا، رقيقه بزاف. هذيك الدويدات كاينه كتربى في كرش هذا السمك، يعني ماشي شي واحد اللي حطات، ولكن هي كتربى اصلا في داك السمك، كتعيش كدويده طفيليه على داك السمك. وحنا كنتناولوا داك السمك، كاين شي مرات بنادم ما كيردش البال، ما كيشوفش كاع شنو كاين في الاخر، غير كيغسل كل شيء بياض كل وما كيدير حتى شي حاجه. ومن بعد بنادم خصو ضروري الاحتياط، غير كنتي في المطبخ كتصاوب الحوت بحال هذا النوع ضروري تشوف شنو في كرشو، تحضي مزيان، لان هذا الشيء ولا كيخلع ولا كيخوف. ونرجعوا من الله السلامة والحمد لله، وشكرا لكم، وحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل للجميع، باش كل واحد يرد باله. تحية لكم.